ضمن مبادرة بركة الدار، تواصل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة استقطاب المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية لمشاركة كبار السن المقيمين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية الإفطار الجماعي، من أجل بث السرور والفرح في نفوس كبار السن تعزيزا للتلاحم والاندماج المجتمعي. هذا وشارك في الإفطار الجماعي موظفو مجلس الشارقة للتعليم ومجلس الشارقة للشباب، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على كبار السن لإسعادهم ومشاركتهم قصص وذكريات الماضي. وهذه المبادرة هي مبادرة إنسانية وجميلة وتتناسب وتتوافق مع هذا الشهر الكريم، لها معاني كثيرة حقيقة. أولا نحن اللي منا فقد أمه وأبوه، يشوف أمه ويشوف لأم وأب ثاني موجود في هذا المكان، والشيء الآخر تعزز في شبابنا الموظفين الجدد قيمة الأب وقيمة الأم وكيف نتعامل معاهم، ونحن اللي نفرح، يعني نحن اللي نتشرف ان احنا نشارك اهلنا بهذه المناسبه. هذه مبادره جميله جدا صراحه، ان احنا يعني نكرس لهم كل الاهتمام ونبذل لهم كل العطاء والجهد، هم ما قصروا ويانا، لولا عطائهم وجهدهم السابق في السنوات الماضيه كان ما حصلنا الرفاهيه اللي احنا فيها. فكره العمل المبادره هي مشاركه فئات المجتمع وخاصه فئه كبار المواطنين، شوابنا وابانا لروحانيات شهر رمضان المبارك، مشاركتهم في وجبه الافطار، استماع الى قصصهم، حكاياتهم، كيف كانوا يعيشوا في الماضي، شو التحديات اللي واجهوها.